أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم الضحك وحسن الخلق مع الكفار، وهل هو داخل في الموالاة والتولي لهم؟ أي نعم، إذا كان ضحكك معهم عن مودة هذا يدخل في الموالاة، لأنه فعل وفعل وفعل فعل ظاهر وفعل باطن بمودتهم، فكونك تضحك لهم مسرورا ومبسوطا معهم هذا لا شك أنه موالاة، نوع من الموالاة. نعم.